نوريكم واحد النقطة مهمة إن شاء الله. هاد النعجة هادي ماشي ديالي، ها هي ولدات عندي، ها هو الخروف ولدها، راني علمتو صبغتو بالخضر من ظهرو، وحتى النعجة صبغتها بظهرها من ظهرها بالخضر، وراني عيطت لمولاها، مولاها كنعرفو باش يجي يديها. حنا عندنا الرشمة اللي كنرشمو، حنا كنرشمو من هنايا، كنقطعو ليها من هنا هاد الحريف هذا، وكنقطعو ليها هنايا عادي. عندنا التقطيعة بحال هادي، ولكن التقطيعة ديال هنايا مختلفة، هو كيقطع من هنايا كيدير نص قمرة كما كنقولو حنا، ميديالونا هنايا، وكيقطع بحالنا من هنايا. أنا شتها ولدات عرفتها ماشي ديالنا، عيطت لمولاها باقاها صغيرة سبحان الله العظيم. العام اللي فات كانت تخلطات لينا الغنم معاه، يلا هتنية هادي، العام اللي فات كانت تخلطات لينا الغنم معاه، وراها ولدات عندي هادي سبحان الله العظيم، بقات هنايا راها جايبة عام دابا وشهرين، لا مات عام وثلاث شهر. دابا راني عيطت ليه باش يجي يديها، وتحياتي لكم وبارك الله فيكم. ياو كيتو كيتو كيتو، بين اكي الركو، بين سوبي سوبي سوبي، بين اكي، بين سوبي سوبي سوبي، بين اكي بلاك، بين سوبي سوبي اكي، سوبي 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 سوبي، كيتو هاي، كيتو 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 هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة للإخوان والأخوات متتبعين قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا. أتمنى من الله يكون كل شيء بخير وعلى خير، وجزاكم الله خيرا على التشجيع ديالكم والدعم لهذه القناة المتواضعة، وبارك الله فيكم وتحية كبيرة لكم. الموضوع ديال اليوم إن شاء الله بحول الله هو غادي نهضر لكم على حساب الخرفان صغار، مني الله كيتزادوا ونهاراش يقدروا يوليوا ياكلوا الماكلة بحالهم بحال أماتهم، ولا يوليوا ياكلوا العلف. كما كتشوفوا دابا الغنم انا عندي بدات كتولد نهار 20 في شهر 8، وتكمل الولاده ديالها ان شاء الله 25 في شهر 9، ولا 20 في شهر 8 في شهر 9 عفوا، حوالي شهر و10 ايام حتى لشهر و5 ايام. الخرفان الصغار مني كيتزادوا كيبقاو يرضعوا غير الحليب ديال الامهات ديالهم، واهم حاجه اهم حاجه هما يرضعوا اللبا. الخروف الا ما رضعش اللبا ما كينتش اصلا، من الاول كيخرج ضعيف، يخرج ناقص. الا ما رضعش اللبا نحاولوا نردعوا حنايا اللبا، والا ما كانش فمو اللبا ما فيهاش الحليب، حيت كاينين النعاج اللي كيولدوا ما فيهمش الحليب، نحاولوا نقلبوا ليه على ام اخرى فيها اللبا ونردعوه منها اللبا، وهذا هو اهم حاجه. هذه هي البداية باش الخروف يكون ناتج إن شاء الله بحول الله. ومني كيرضع اللبا هذاك هو الفيتامين ديالو الأول اللي كيدخل ليه في الكرش ديالو في المعدة، باش كينتج هوايا وباش كيتحسن، كيبقى يرضع في الأم ديالو ما بين 20 يوم حتى 25 يوم، حتى يقساح ويولي يلعب ويولي يجري بحالو بحال الأم ديالو، يكبر يولي يتسابق هو وياها. هذيك الساعه كنديروا لهم العلف، واحد العلف كنسميوه ميديكاو، دابا نوريه لكم ان شاء الله بحول الله في الكوري، راه عندنا في الكوري كيتسمى ميديكاو، صغير هو بحال السيكاليم ولكن هو صغير بزاف، رقيق بحال الشعريه، بحالو بحال الشعريه، هذيك اللي كنديروا بها اللي كنديروا بها السفه، ولا الشعريه الاخرى العاديه اللي كنديروا في البلاد. من بعد كيبدا ياكل في هذاك العلف الميديكا، وكيبقى ياكل فيه 10 ايام. مني كتفوت هذيك ال 10 ايام كنبدلوا ليه العلف، كنديروا ليه العلف عادي ما فيه لا دواء لا والو، علف عادي ناتورال. ولا ما كانش موجود عندنا العلف نخرجوه مع امو برا، ملي تولي عنده 25 20 يوم ياكل برا الربيع بحالو بحال امو، ملي كيكون كيرضع وياكل الربيع حتى حاجه ما تضره، وعلى العير تعزلو على امو وتعطيه الربيع
ولا تعطيه العرف من البلاصه، خاصو ضروري يكون باقي يرضع الحليب ديال امه وياكل العرف واللي يخرج يرعى معها. بحال هاد العام اللي داز انايا سبحان الله العظيم كان الخير موجود والحمد لله، الماكله كانت موجوده، كانت والده ليا شي 500 نعجه بحال هكاك، بعنا الخرفان وبعنا الخروفات، بعنا شي 300 ولا 400، وداك الشيء اللي بقى وليت كنخرجو مع الامهات ديالهم، كندير لهم هذاك الراعي الكهربائي وكنخرجهم كيباتوا في البروكولي، الام كتاكل البروكولي وحتى هو كياكل كيتعلم ياكل البروكولي وكيرضع نفس الوقت. ضربوا معها شي شهر بحال هكاك ولا شهر و15 يوم كياكلوا برا مع الامهات ديالهم، عاد عزلتهم صافي، عزلتهم ووليت كنعطيهم العلف على حسب التسمين، على حسب التسمين باش يسمنوا، باش على حسب اللحم. ونتمنى نكون وصلت لكم معلومة مفيدة إن شاء الله، على حساب الإخوان والأخوات كيسقسيوني بزاف على حساب هذا الموضوع هذا تاع الخرفان، واش نقدر نعطيهم الماكلة، واش من وقت خاصني نعطيهم الماكلة، ما بين 20 25 يوم تقدر تعطيهم الماكلة. وتحياتي لكم، كيف ما كتشوفوا الغنم راهي سارحة في الشيح، هذا هو الشيح، هذا هو الشيح هذا راه كنديروه في اتاي، كنديروه في الحليب، وزين زين سبحان الله، وفيه واحد الريحه عجيبه. هذا الشيح هذا عزيز على الغنم، هذا هو الدواء دركو ديال الغنم في الصيف، هذا كيحميها من بزاف ديال الامراض. والجو عندنا الحمد لله راه ما كاين الصهد اليوم، الجو راه داير الشتاء، نص ديال الغنم هو في الحصيده، واللي عجبها الشيح راه هي كتاكل في الشيح، واللي عجبها التبن راه كتاكل في التبن، المهم هي حره تاكل اللي بغات. وكنتمنى من الاخوان والاخوات اللي كيشوفوا اول مره قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا، أخوكم عبد الهادي أبو علي راعي الغنم، أبونا ومرحبا بكم، وما تبخلوش علينا بلايك اللي كيعجبوه الفيديو وديو الماشية. نظرة حولي تبارك الله سمين، سبحان الله هاد الفحل راسو كيدير ما عنده لا كرول لا والو، راسو كاع مشرط، النيف ديالو في شكل سبحان الله العظيم.
ايوا طلع الى بغيتي تاكل يلا غادي طالع بشويه بشويه في الجبل تاكل. اليوم الجو داير الشتاء.